وبات دي فعلا معلومه ملهاش اساس. مش كل الاعشاب بتتغلى وبتدي نتيجه فعليه للايه؟ لحاله المرض. في اعشاب كتيره جدا بتتاثر بالغليان، كل الشائع موجود دلوقتي، نروح عند العطارين او عند بناخد يقول لها خد العشب واغلي ومش عارف ايه وخدي، لكل الامراض اللي موجوده في السوق. يا جماعه في تقنين لشغل البايو تكنولوجي وخاصه البايو والنانو، الاعشاب بتستخلص بهذه الطريقه وبيطلع مواد فعاله جدا. احد تلامذتي في صيدله المنصوره دكتور رائع جدا من نبات الخرشوف اللي منتشر في كل بقاع مصر، طلع 7 منتجات انتي فايرال بيستخدموا لعلاج معظم فيروسات الكبد اللي موجوده. ليه ما بيستغلش الافكار دي؟ ليه وزاره التعليم العالي ما بتقولناش هاتوا الناس دي، وبدل ما الشخص ده يفكر او غيره يبيع منتج بره او الكلام ده، او يعني تحتويه بعض الشركات الاجنبيه وتاخده وتدفن هذا المنتج. احنا ملاحظين يا دكتور فراج ان اغلب الشركات الادويه العالميه دلوقتي بتعتمد في منتجات او في انتاج الادويه على مثل هذه الاعشاب من الطبيعه. هقول يعني لحضرتك كل ما انا قابلت علماء كتير قوي في العالم يعني، ومتخصصات بجد. انت حضرتك لفيت لفيت كتير الحمد لله. 99% من اعشابنا العربيه ممكن تعالج كل امراض، لكن للاسف للاسف الشديد. وانا هقول برضو معلومه بسيطه لكل مرضى فيروسات الكبد، ازاي تحمي نفسك لو السوفالدي، لو الديكلانزا، لو مش عارف ايه الكلام ده ما اداش نتيجه. استخدام الكركم مع الثوم مع حبه البركه، خده كده ولمده شهر او 2 او 3، واعمل البي سي ار بتاعك والتتر شوف نسبته كام، وخد كل ادويه الفيروسات اللي في الكبد اللي امريكا بتسلطها لنا واسرائيل والكلام ده موجود، وبيتعمل بروتوكولات طويله المدى على اساس تدخل الحاجات دي تبهدل لنا اكبادنا اكتر ما احنا متدمرين يعني، وشوف النتيجه. صدقني اي حد هيتبع هذا الاسلوب بشكل علمي هيعمل بي سي ار ممكن ما يلاقيش عنده فيروس الكبد. انت حضرتك قلت الكلام في غايه الاهميه، لان بيجي لنا اتصالات تليفونيه كتيره في بعض يعني مستضيف اطباء متخصصين في الكبد يقول لك انا اخذت العلاج وما استفدتش من هذا العلاج. بالظبط. او اخذت العلاج وعملت تحليل طلع البي سي ار موجود والنسبه موجوده. او طلع سلبي بعد فتره حصل انتكاسه رجع تاني. بالظبط. هل حضرتك يعني هذا الشخص هو يعني يقدر يستخدم هذه الاعشاب وعايز ارجع تاني ونركز عليها ممكن تجيب مع نتيجه زيها زي العلاجات حضرتك يعني ولا احسن؟ انا اتكلمت في جزء بسيط قوي. اتفضل. انت لازم عندك تربه نقدر نستفيد منها من هذا مضاد الفيروسات اللي موجود. فلو انا عندي جهاز هضمي ما يتحملش الكلام ده، هضطر ان انا استخدم بقيه الايه الاعشاب الطبيعيه بشكل منتظم. 90% من الناس للاسف الشديد لجأوا لاستخدام مضادات الفيروسات لمجرد ان عمل بي سي ار، وممكن يكون نسبه البي سي ار مش مظبوطه. علاقه الدواء بالجسم وفيسيولوجيه الجسم والبي اتش بتاع الجسم مهمه جدا. انا ممكن اخد دواء في خلال 3 ايام يدي النتيجه المطلوبه، ومع شخص اخر في خلال 10 ايام يدي نتيجه اخرى. المهم ان انا بستخدم الدواء في التايم السليم على معده وجهاز هضمي قابل انه يستخدمه بشكل صح ويستفيد منه، وفي الاخر اوصل لنتيجه اللي هي تؤدي للشفاء، مش ان انا افضل طول عمري مريض واخد الدواء الى ان اموت يعني. تمام. دكتور فراج اسمح لنا، معانا مداخله هاتفيه. دكتور عزه جمعه رئيس الجمعيه المصريه للوقايه من الايدز في محافظه الدقهليه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. مظبوط كده التايتل؟ مظبوط كده. رئيس الجمعيه المصريه لل الايدز بمحافظه الدقهليه. رئيس الجمعيه المصريه للوقايه او للحمايه من الايدز بمحافظة القاهرة. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اتفضلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. كنت عايزه اسال حضرتك عن تغذية علاجية لمرض الاتش اي في بالنسبة للمتعايشين، لان طبعا احنا عارفين ان المناعة بتاعتهم بتبقى قليلة، عايزين نشوف العلاج المناسب من التغذية اللي يرفع نسبة المناعة بالنسبة ليهم يعني. ده مرضى الايدز. ماشيين على مرضى الايدز لانهم كمان ماشيين على علاج المضاد للفيروسات القرقرية اللي هو الاي ار بي، طبعا ده زائد التغذية بيأثر جامد في رفع مستوى المناعة اليوم، فكنت عايز اسأل حضرتك عن التغذية بتاعتك. دكتورة بس انا هنتهز فرصة وجودك يعني معانا، حضرتك رئيس احدى الجمعيات الخاصة بمكافحة الايدز. بعض الناس يقولوا طب احنا البرنامج الوطني لمكافحة الايدز. اسمه البرنامج الوطني لمكافحه الايدز. برنامج الوطني تابع لوزاره الصحه. تابع لوزاره الصحه. ايوه. طيب انا طالما حضرتك يعني مسؤوله في برنامج وطني تابع لوزاره الصحه لجهه حكوميه، البعض ممكن يسال يقول طب احنا عندنا يعني نسبه الاصابه بالايدز قد ايه؟ دي نسبه يعني البعض يتخيل ان هي نسبه يعني لا تكاد تذكر يعني، ونسبه قليله جدا. هل بالفعل النسبه عندنا من النسب الضعيفه جدا، ولا النسبه في زياده، ولا ايه؟ ولا هاتف بس وان شاء الله خير يعني، بس طبعا لازم نعمل لها وعي في الفتره الجايه جامد، لان طبعا شراء المخدرات والشواذ من
الاسباب اللي الناس ادت اللي الى بتاخد التطور مخدرات ده. بتضرب ابر وحاجات من دي، واللي فيه بعض مخدرات اللي عندهم شذوذ او كده. ادى للشرب في الفتره اللي فاتت دي بطريقه زياده هل في شويه. احصائيه يا دكتور عايزها ولا حاجه، ولا حضرتك مش عايزه بس تقولي؟ طبعا الكلام ده كله ايه ما يقدرش يطلع للعلن يعني. طيب شكرا بس يا دكتور. الناس، انا بشكرك يا دكتور عزه، شكرا جزيلا. يعني حضرتك لمست نقطه مهمه، يمكن في اسباب مش عايزين تعلنوا عن الاحصائيه، لكن مهم جدا الناس تعرف برضه عشان تخلي بالها، ويكون في هناك حائط صد ومنع لتفاقم او الناس ممكن ينتشر في هذا الموضوع. بالظبط. طيب هي سالت سؤال مهم يا دكتور انا هقول فراج. بس التعريف، فيروس الايدز ده الايدز خاص بالجهاز المناعي، فيروس بيتمكن انه بيدمر الجهاز المناعي كامله الى ان يؤدي للموت. ما اقدرش اقحمه وادخله في ضمن التصنيف بتاعي كفيروسات الكبد زي ما احنا اتكلمنا. انا قلت لحضرتك ان فيروسات الكبد من اضعف ما يكون، والادويه متوفره وفي طرق الاعشاب وفي طرق الايه الاستخدامات البديله او التكميليه لعلاج هذه الامراض. فيروس الايدز لازم يبقى فيه توعيه لكل الناس، ولازم ائمه المساجد ولازم المستشفيات يبقى عندها البروتوكول والبرنامج اللي تقدر من خلاله اقدر ادي معلومه صح لاي شخص بيجي لي. انا ممكن اروح لدكتور اسنان وعنده مريض قبلي ومش عارف الانكيوبيشن بيريد بتاعته، وانا اصاب انا او غيري او اي حد. وانا في اعتقادي ان 90% من الاصابات بتبقى انون، يعني الانسان غير بيفاجئ معقول. وهو رايح يعمل تحليل او سفر مثلا زي ما بيحصل دلوقتي في دول الخليج، ان انا اتفاجئ ان الانسان ده حامل لهذا الميكروب. فترة حضانة ميكروب الايدز شهر، انه عشان يتمكن من الجسم والتحاليل تجيبه لازم شهر. الفيروس لو طلع بره الجسد من 30 ل 60 دقيقة بيموت، عشان الناس تبقى فاهمة الموضوع. والأدوية اللي موجودة مش متوفرة للأسف الشديد غير في وزارة الصحة، وبأرقام كبيرة جدا كدونيشن أو كنوع من مساعدة الناس الغلابة. فاحنا عندنا قنوات كثيرة جدا زي ما قالت الدكتورة مشكورة لنقل هذه الأمراض. لازم الناس تبقى فاهمة كويس جدا إن فيروسات الكبد ولا الإيدز يقدر يتنقل عن طريق الممارسات الجنسية بين الزوج وزوجته، ده ممنوع الا اذا كان فيه جرح يقدر يؤدي لنقل هذا. استخدامه للحمام وانا استخدمته وراه لو ما فيش جرح برضه مش هيتنقل لي. انما الطامه الكبرى في عيادات الاسنان ومستشفيات غسيل الكلى، ان شخص ما يبقاش عارف تحليله ايه او نسبته ايه والكلام ده، وانا اتعرض للغسيل بعد مريض بالفعل عنده هو ما يعرفش، وده معظمهم الفئات البسيطه في المجتمع اللي حتى ما معهاش ثمن تحليل بره يتعمل، فبيضطر انه بس يصاب. المفترض ان المستشفى تعمل له تحاليل اللازمه عشان هذا الشخص يعني مثلا قد يكون يعني مصدر لنقل العدوى، مش للناس كمان اللي جايه تعمل غسيل، للناس تانية موجوده في طيب المستشفى. خلاص مريض فشل كلوي واكتشفت انه عنده الفيروس ده، اعمل له عشان ايه؟ تعمل له يبقى لازم اعمل له يونت منفصله، واحده بيه منفصله، واحده منفصله بيه، ولازم اخد كل البريكوشنز واخد كل الاحتياطات اللي تمكنني انا مريض بعد مريض، حتى لو انا مريض بالايدز وقربت ان انا اتمثل الشفاء، معنى كده ان انا اغسل ورا مريض اخر والعمليه لسه عنده اكتف هيقدر يصدني بشكل تاني مختلف. لكن هي المساله عايزه تتحكم التوعيه الصحيه من خلال المساجد من خلال المدارس. وانا قلت والله قلت انا عايز اعمل بروتوكول لكل معظم المدارس، اروح اواعي الاولاد على الـ 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 الامور دي، ازاي يقي نفسه وازاي يقي نفسه ان لو لقى له صديق له اتجاه ناحيه المخدرات او الكلام ده ازاي يبعد عنه. فرفع الجهاز المناعي بسيط جدا، هقول لحضرتك اي زي ما قلت على فيروسات الكبد ممكن نستخدم الكركم والثوم وحبه البركه وزيت الزيتون، مشروب ظريف جدا كل يوم 3 مرات هيرفع الجهاز المناعي وهيقاوم لي انتشار الفيروس، وتظهر عليا الاعراض الجانبيه كحراره والام العظم وان انا مش قادر اقوم والهزال اللي بيحصل في الجسم، وممكن تبقى جسمي في احسن حاله. تمام. ده بالنسبه ده زائد التغذيه العلاجيه السليمه بقى. ده بالنسبه للايدز. بالظبط. بالظبط. لكن هي قريبه برضو للفيروسات الكبديه. هو فيروس بس فيروس مفتري شويه من وجهه نظرنا، لانه لغايه الان منظمات الصحه العالميه على مستوى العالم ما قالولناش ايه البروتوكول الصح اللي نقدر نستخدمه للمقاومه هذا المرض والحد من انتشاره. طيب اعود تاني للفيروسات الكبديه، وحضرتك قلت توم وكركم وحبه بركه وزيت زيتون. وزيت زيتون اربع ده زائد في اعشاب كتيره، يعني انا بقول ده على اساس المشاع اللي الناس تعرفه كبهارات او كلام. في اعشاب مسمياتها العلميه فيها تركيبات لما بتستخلص بشكل ما سواء كان بالطرق البارده او الطرق الساخنه او الكلام ده، ان انا بحصل على ماده فعاله واحده بس بصنع منها كبسول او حاجه اقدر يدي لي الناس نتيجه كل الانتي مضادات الفيروسات اللي موجوده في السوق. طيب حضرتك كنت ذكرت في استخدامات الاعشاب في نقطه مهمه، وقلت ان انا ما يعني مش وصفة عطار ولا كلام من هذا القبيل. في نقطه في غايه الاهميه، ان احنا بنجيب الاعشاب يا دكتور مثلا من عند العطار، الاعشاب دي قد تكون مركونه بقى لها فتره او لها فتره صلاحيه وما الى ذلك، احنا مش عارفين. احنا رحنا جبنا هذه الاعشاب من عند العطار ومش عارفين اذا كانت دي ممكن تكون
بقى لها فتره عنده مركونه، سوء حتى وهي جايه في استخدام البحر، وتخزين وهي او جايه في ما البحر الى ممكن ذلك، يكون جايه فهي فلسه ممكن اصلا. تضرنا ولا تفيدني بالظبط. ولا تعمل ايه، انا يعني اروح القنوات الغير شرعيه ليه واجيب الحاجه؟ في مصانع بتنتج الحاجات دي في شكل كبسولات وبشكل ظريف جدا يعني. في هنا البوابه الخلفيه لتسجيل معظم هذه الاصناف بشكل سيء جدا للاسف، اللي هو معهد الاغذيه. بوابة خلفية. يعني المفروض اي دواء يدخل يتسجل تمام. كمنتج صحي مش منتج غذائي. في ناس كتير جدا بتدخل كتير من الاعشاب برضو باكتس والكلام ده، وبيدخل من البوابه الخلفيه للتسجيل لا، معهد التغذية. اللي هو معهد الغذاء. معهد التغذية ما هو جهة علمية بس وجهة هو مكمل تابعة. غذائي بس مش تابعة. علاجي بالشكل اللي احنا بنقوله. مكمل في غذائي. اعشاب في معظم شركات في معظم الدول بره اعشاب بتبقى جايه مستخلصه بماده فعاله فقط عشان تعالج الموضوع ده، ومصنعه باعلى تكنولوجيا تصنيع صناعه الدواء في العالم. ده لازم يبقى عندي تراست فيها. ما اروحش العشب يبقى جاي لي مثلا من الصين او الهند جاي في البحر في 3 شهور، وممكن يكون حصل له هارفستنج وجمع وبتاع عن طريق من المزارع بشكل مش صحي، وجاي مغلف عليه التاريخ وسوء تخزين انتاج. وغيره لكن وغيره. وبيجي هنا برضه نفس الكلام. اعتمدنا احنا هنا ان انا اروح عند سين من الناس من المحلات المعروفه بتاع العطاره، هات اغلي في البيت واشرب. عمر ده ما كان علاج يا زلمه للاسف شديد. ده النقطة دي مهمة، عشان برضو بالظبط. الناس تخيلت مثلا من كلام حضرتك ان انا اروح للعطار اجيب الحاجة دي هقول لحضرتك احد اساتذه كليه الزراعه وراجل قامه من قامات العلم الكبيره جدا، جاله فشل كلوي بسبب استخدام خاطئ لاحد الاعشاب من احد المحلات العطارين، لانه اقنعه وكان برضه بيطلع في التلفزيون، وده برضه الاعلام بتاعنا مخرب الدنيا علينا يعني، قنوات التي في شوب ومشاكلها اللي ملت الدنيا من غير رقابه. وكنت بقول في احد البرامج برضه في القناه هنا او في القنوات الاخرى ان ما فيش قناه اي قناه تي في شوب في الدنيا تعرض منتج حتى لو غذائي. هو يتكلم عن حزام تخسيس، يتكلم عن عصايه للناس كبار في السن، الكلام ده كلام مقبول. انما يتكلم عن منتج عشبي متصنع تحت سلم وجاي لي مانيش عارف مصدره من فين، ويقول لي ده بيعالج مثلا العقم وبيعالج ضعف الذكوره وبيعالج العقم عند السيدات، ده اسمه كلام فاضي. طالما حاجه هدخلها عن طريق البق لازم تبقى مقننه، ولازم تبقى من تحت عبايه وزاره الصحه، والابحاث اللي موجوده دي كلها اقدر ادخلها بشكل صح. انما معظم التجار اللي برضه بيشتغلوا بالطريقه الخلفيه بيجيب طلبيه بيعمل لها اعلان عن طريق قنوات التي في شوب بشكل مش مظبوط، باع الطلبيه خلصت لسه، وتلاقي الدواء معظم الادويه. وطبعا دي انتشرت ايام دخل البلد فياجرا والكلام في خلال 10 15 سنه، دخل معاها مشتقات كتير عشبيه مضاف عليها بودره الفياجرا، وياما بوظت اكباد المصريين وخلت الجهاز المناعي في اسوء حالاته للاسف. للاسف للاسف شديد. ونرجع في النهايه نقول الامراض زادت عندنا ليه؟ ما هو في مصادر كتيره بالظبط ممكن بتؤدي الى ذلك. بالظبط. لكن حضرتك يعني قلت في غايه نقطه في غايه الاهميه، ان انا مش هاخد الحاجات دي كده من عند العطار. طب انا راح اخدها منين؟ حضرتك بتقول هي مسجله في مثلا معهد الاغذيه او معهد الاغذيه كمكمل غذائي. طب دي نحصل عليها ازاي؟ الكلام ده موجود موجود ممكن يتصنع هنا بشكل مظبوط وتحت رقابه وزاره الصحه برضه. في نفس الوقت شركات الادويه ما بتاخدش الحاجات دي وبتعمل في عليها كتير على فكره، في كتير. لكن في حد ما بيهمشوا ان احنا المساله دي تبقى بالشكل الكبير، لان للاسف الشديد للاسف الشديد مافيا شركات الادويه العالميه بتستغل الناس دي كلها ك تجارب، تعبير مش كويس يعني، حيوانات تجارب يعني. والدواء وبيطلع دواء بيبقى له هوجه كده وبعد فتره بيحصل له كولابس ولا كانه موجود في السوق. احنا عايزين حاجه تستمر. وزاره التعليم العالي مهمه جدا، اكاديميه البحث العلمي، المركز القومي للبحوث، انا عايز اعرف شغل الناس دي فين. بجد شيء مؤلم يعني. يعني انا ما بسافر بره، عندنا مراكز بحثيه كتيره. انا بقول لحضرتك انا بسافر بره بتخض، بلاقي معمل صغير جدا مثلا في بلد زي فرنسا، معمل صغير خالص لكن الناس بتهتم وبتطلع منتج. انا عايز اعرف ايه في ايه من الادويه اللي تسجل في مصر او مشتقات الاعشاب المتصنعه بالنانو او باي تكنولوجي وطلع بمسمى مصري وقالوا عليه انه بيستخدم العلاج كذا. للاسف للاسف بنلاقي المحاربه وبنلاقي الكلام مش مظبوط وكلها حاجات في الادراج، وبيتحججوا احيانا ان مفيش ميزانيه ومفيش مش عارف ايه والكلام اللي للاسف. انما الموضوع من ابسط ما يكون، انا يعني الشيء اللي فعلا محسسني بالذنب والالم ان في 12 مليون بني ادم مصري من مختلف المراحل العمريه مصاب بفيروسات الكبد وخاصه سي اللي هو كنا بنعتبره زي الميه والهواء يعني. الدوله بتصرف قد ايه؟ سمعنا احاديث كتيره جدا من لجان الكبد في الوزاره ومش عارف ايه والكلام ده، ان الدواء الفلاني زي سوفالدي او الكوريفو او الديكلانز او الكلام ده ثمنه بره، ثمنه في حدود 28000 دولار مثلا. انا عايز اعرف اي ماده فعاله اضافت في هذا المنتج بحيث انه يبقى في مصر ب 1100 جنيه. والله لو تراب من الارض ما هيبقى بنفس الكفاءه. وفي نفس الوقت
اتكلم نقيب الصيادله واتكلم بعض الاساتذه هم ليه دايما يقولوا ده نفس الماده الفعاله اللي بره، لكن هم الناس هناك عشان محتكرينها، فما ليش احنا من خلال المفاوضات مع الناس دي قدرنا ناخد مفاوضات يا عماد، حاجه ب 28000 دولار تتباع في مصر ب 1% ازاي؟ ده انا اعتقد ميزانيه مصر كلها ما تقدرش تعالج 12 مليون. ما اعرفش هل دي يعني لا كلام، يعني انا مش بشكك في الماده الفعاله، ممكن مصادرها من اماكنها بتختلف، لكن انا دلوقتي لما اقول ان ما فيش غير الثلاثه او اربع خمس مضادات الفيروسات اللي موجودين، وكل اساس كبد على فكره معايا في الفكره دي، يعني اول ما قالوا السوفالدي ما سابوهوش لوحده، بقى معاه الريبافيرين والانترفيرون، وللاسف الشديد ده الحرس القديم بتاع الفيروسات اللي احنا بنستخدمه من 20 سنه ومفيش نتيجه. وقال لك بعد كده ان ما ينفعش يستخدم الانترفيرون والبيج انترون او البيج انترون مع استخدام السوفالدي، وتعملت الانتكاسه اللي اكتر من 3 4 5 مليون مصري عانوا منها الفتره اللي فاتت، وبدات الاصناف الجديده تيجي لنا، وللاسف الشديد اللي بيتولى هذا الموضوع شركه جلعاد، المصدر اللي هو اسرائيلي، شركه جلعاد الاسرائيليه اللي هي موجوده في امريكا، وطبعا مش هيلاقوا بيئه اخصب من البيئه المصريه اللي بينتشر فيها الفيروس ده كل يوم بشكل فظيع عشان يجربوا كل يوم فينا دواء. انا بقول والله يعني نرجع للطبيعه ونرجع للتغذيه الصح ونرجع للاعشاب بشكل مظبوط وهنلاقي النتائج افضل بكتير جدا. طيب ارجع بقى للتغذيه العلاجيه لمريض الفيروسات الكبديه. تمام. ونعملها ازاي؟ طب انا لو في البيت وما اعرفش احصل على هذا الموضوع، اقدر انا اعملها في البيت؟ الثوم والكركم وحبه البركه الحاجات دي بسيطه زي. يعني انا حتى لو قلت لو حتى بتاخده ازاي مثلا، ما انا بقول لحضرتك المتوفر ايه. في كركم كبسولات في السوق ممكن تستخدم، التوم في اقراص موجوده. ده كبسولات دي من الصيدليه مثلا؟ من الصيدليات. في ومعظمها على فكره فيه محلي وفيه مستورد برضه. بس انا بحصل على ماده فعاله فقط في الكركم. كل الاعشاب اللي موجوده فيها منتجات كتير قوي او مواد فعاله كتير قوي، منهم نصها ممكن يكون فعال والنص الثاني ضار جدا بالنسبه للجسم. فموضوع الشغل الاعشابين او شغل الناس اللي بتيجي على قنوات فضائيه، حط واغلي واشرب، ده مش حل. انا بحصل على ماده فعاله من كل منتج، زي مثلا في الكركم في ماده اسمها كوركيومين، دي مسؤوله عن رفع الجهاز المناعي وعلاج معظم مشاكل المسالك البوليه وعلاج مشاكل القولون والحاجات دي، فاخدها بجرعه مقننه لا اغلي فيها ولا اقل. الناس برضو الستات، ودي للاسف ظاهره احنا عايشينها الفتره اللي فاتت، هوس التخسيس والجري وراه الشاي الاخضر، مش كل الشاي الاخضر صحي لغايه ما الناس ممكن تشرب 5 6 في اليوم. عشان احنا نعمل حلقه على التخسيس والتغذيه العلاجيه، تغذيه الشخص اللي عايز يخس، لان دي مهمه جدا. يا جماعه معانا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ممكن اسالك دكتور لو سمحت؟ اتفضلي حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور لو سمحت، انا عندي 50 سنه وعندي السكر من 2010، فجات لي شهر واحد يا دكتور اللي فات ده يناير نزلة شعبية، قعدت حوالي 3 شهور فحص وعندي حرارة وتعبانة جدا، فاخدت جميع المضادات الحيوية وأدوية الكحة يعني، وخدت وقت طويل جدا عبال ما خفيت. فالدكتور طلب مني تحليل الهيموجلوبين السكري، فطلع عالي جدا، فقال لي انت عندك نقص في المناعة. لا، الهيموجلوبين السكري معنى كده ان بيأكد ان عندك حضرتك سكر. عملت الهيموجلوبين السكري، طلبوا مني 10.5. تمام. مع اني باخد العلاج اللي الدكتور قال لي بيه يعني. انا من الوقت ده يا دكتور من حوالي 3 شهور تقريبا، جسمي مقفوله جدا خالص، ما عنديش شهيه للاكل خالص. انا باكل بيضه مسلوقه، يعني خصايه حاجات كده، مش عايزه اكل خضار ولا رز ولا لحمه ولا حاجه خالص. عندي فقدان للشهيه، مش عارف اعمل ايه، وحتى الاكل اللي انا كنت بحبه ما بحبش. فانا مش عارف ازاي ارفع المناعه. للدكتور بيقول لي المناعه بتاعتك ضعفت نتيجه للسكر العالي، فعشان كده دور البرد او النزله الشعبيه راحت معاكي. طب حضرتك بتاخد ايه للسكر؟ باخد سيدوفاج 500، باخد امايل 3، هو حولوا لي 3 بقى السكر عالي. امايل 800 عادي. تمام. حاليا. وحاجه زي السيدوفاج مثلا مرتين في اليوم. شوفي حضرتك، السيدوفاج لا، مره بعد الغداء. طيب انا هنصحك بحاجه، موضوع دور البرد اللي قعد فتره طويله دي ممكن يكون كان التهاب فيروسي حاد في الشعب الهوائيه وعملت المشكله دي عند حضرتك، زائد ان ارتفاع السكر ممكن يؤدي للخبطه في الجهاز المناعي. انا عايز حضرتك تنظمي اكلك بالنسبه لنسبه السكريات والحاجات اللي انت بتاكليها. في نظام معظم الناس بتعمله، نظام الخطا، بيعتقدوا ان شرب الشاي بمعلقتين وثلاثه واربعه وخمسه معالق سكر ممكن يؤدي للسكر، لكن البنكرياس بيطلع منه هرمون انسولين المفروض ان هو مسؤول عن معادله نسبه السكر
في الجلوكوز في الدم. لما نسبة الجلوكوز بتزيد وضع طبيعي جدا ومن نعم ربنا علينا انه بيحول لصورة تانية في الكبد اللي اسمها الجلايكوجين. لما جسمنا يحصل هبوط في نسبه السكر تاني بيتحول من الجلايكوجين للجلوكوز في الجسم عشان طاقه الجسم، لان الجلوكوز ده الشكل الطبيعي للطاقه، وده اللي مخلي حضرتك حاسه بالخمول وعدم الراحه. انا هقول لك وصفه بسيطه جدا جدا تساعدك ان ممكن علاج السكر ده بعد فتره يبقى للنص على الاقل. زيت الزيتون او ورق الزيتون وحضرتك تجيبيه تغسليه وتغليه في البيت بشكل كويس قوي، وتشربي منه 3 مرات قبل الاكل بنص ساعه، وما توقفيش الدواء الا بعد دي الكميه دي معلقه على كوبايه ميه دافيه يعني. وممكن تعصري عليها ليمونه او تاخدي جزء من الكمون، على اساس ان برضه مريض السكر شهيته بتتاثر. ليه؟ لانه عنده القولون متاثر بشكل كبير جدا، والاخراج عنده ممكن يقعد امساك باليوم والاثنين، فيها مشاكل معينه يعني. فلو حضرتك جربتي زيت الزيتون بشكل رائع جدا وتبدأي بالتدريج بعد الأسبوع الأول، تقللي من جرعة الأمرال أو السيدوفاج أو الحاجات اللي موجودة، هتلاقي نسبة السكر معتدلة جدا، وإن أنت في أحسن حالاتك، ولا مانع من استخدام حاجة زي الخميرة البيرة والحاجات اللي في البيت، لأن فيها مصدر فيتامين بي يساعدك إن عظمك اللي تألم من زيادة تأثير السكر يتحسن بشكل كويس. حضرتك استخدمي زيت الزيتون وشوفي النتيجة وعرفينا بعد أسبوع إن شاء الله. استخدمه تاني إزاي يا دكتور؟ معلقة تحط في معلقة زيت زيتون في كوباية مية دافية 3 مرات قبل الاكل بنص ساعه. فعال جدا جدا لانخفاض نسبه السكر. تمام. طيب نرجع لموضوعنا الثاني، وموضوع الفيروسات الكبديه. وحضرتك قلت فصين ثوم مع كركم. طب كركم لو مش عارف اقول لحضرتك تعال نقسمها كوجبات في اليوم. أيوة. يعني وليكن 3 وجبات. فصين ثوم على الريق، او فيه تومكس صنف موجود في الصيدليات بثوم من غير ريحه يعني. او نعمل ماسك للثوم باننا احط فص الثوم في فص برتقال او حاجه، بحيث ان انا اقدر استسيغه، لان في ناس كتير جدا جهاز الهضم ما بيتحملوش. تمام مظبوط. الكركم انا ممكن اشربه عادي او احطه على السلطه زي اي توابل احنا في البيت بنستخدمها يعني. نجيبه عند العطار مثلا من مصدر كويس، وفي مصادر كتير يعني. بالظبط. حبه البركه نفس الكلام يعني، الرسول عليه الصلاه والسلام وصلنا عليها. الحبه السوداء اللي 7 حبايات مع تمر ومع لبن بتساعد في ان الجهاز المناعي يبقى حالته طيب. في احسن حالاته يعني. القساء برضو لو حب الرشاد برضو بيرفع الجهاز المناعي بشكل كويس جدا. فاحنا لو جربنا الحاجات دي، انا بقول للناس دايما استخدم ده مع ده، وما توقفش الدواء، لان انت خلاص ماشي على بروتوكول مع دكتور، الداتا بتاعتك من التحاليل بتقول له النتائج اللي هو عايزها. فجرب ده وشوف انت بعد فتره الدنيا اتاثرت معاك بشكل كبير، زي ما حضرتك في اول الحلقه لما قلت اليقطين واتوصانا عليه في نتائج كتيره جدا. على فكره اليقطين من الحاجات المهمه قوي قوي لعلاج مشاكل البروستاتا، وده طبعا معظم الناس بعد سن ال40 بتعاني من مشكله البروستاتا. بيعمل ايه؟ بيعالج احتقان البروستاتا. ازاي بقى؟ انه بيقلل يعني حجم البروستاتا المتضخم ده، عن طريق ان هو علميا يعني انه فيه مواد كالفا بلوكر او الفا فايفر. طب بتاخد ازاي ده يا دكتور اليقطين؟ ممكن نعمله عصير، ممكن نعمله سلطه، ممكن نعمله مع الجيلي. اي مصدر بحيث ان يبقى اليقطين موجود. بس هو المشكله الناس مش عارفه اليقطين ده ايه. القرع العسلي. لا في ناس يقول لك القرع العسلي، وناس يقول لك لا مش هو القرع. لا لا هو القرع العسلي. انا كان حد معايا قريب لا لا اليقطين. عامل في اليقطين. لا اليقطين القرع العسلي اللي متوفر عندنا هنا. هو البذر بتاعه اللي هو بيتباع، اللي هو اللي بيقولوا عليه لب الخشب. ايوه بذور اليقطين. بالظبط. دي اللي هو البذر بتاعه، بيقول لك لو يعني زرعته مفيد جدا يعني. بالظبط. طب احنا هنخصص له حلقه تانية، بس نرجع لموضوعنا تاني. مع الحاجات دي يا دكتور، هل محتاج يعني مريض الكبد محتاج نظام غذائي ايضا يعني خاص بيه، ولا بياكل عادي زي؟ لا هيحتاج برضو بعض الحاجات المهمه قوي، انه مريض الكبد بيعاني من الامساك، فلازم حاجات زي الملفوف وحاجات زي الافوكادو والكلام ده تبقى مهم جدا، عشان تدي جسمه بكميه من الالياف مناسبه انه يبقى اخراجه منتظم. الجزر ومشتقاته، حاجات الفيتامين اي وحاجات اللي هي بينتشر فيها جدا نسبه مضادات الاكسده، مهمه جدا ان هي تنظف الكبد من مشاكله. ومن نعم ربنا علينا وكل الاساس الكبد دايما بيقولوها، ان الكبد بيجدد خلايا. لمجرد ان الانسان ينام بطنه نظيفه واخراجه كويس وعدد ساعات كافيه من النوم، جسمه بيعمل ريجينريشن لمعظم اعضائه وهو نايم عدد ساعات النوم الكافيه. في نفس الوقت اهتمام بالرياضه والزمن مهمه جدا، الناس غافله هذا الشيء. معظم مرضانا اللي احنا بنشوفهم للاسف الشديد قاعدين للدواء وبس، انما لو فكر يمشي، لو فكر ينظف جسمه بشكل معين، الدنيا هتتغير بالنسبه له بشكل كبير. اسمح لي اخد تليفون يا دكتور فراج ونرجع نكمل. الو الو اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اتكلم مع الدكتور بعد اذنك. اتفضل يا فندم. بالنسبه للارتجاع المائي يا دكتور لو سمحت، اتفضل.
ايه الاعشاب او ايه الاعشاب اللي اخدها وايه الاكل اللي واظب عليه يعني. الارتجاع المريء في الحاله دي لازم تهتم بالالياف جدا على فكره، ولازم تحافظ على ان ما يبقاش فيه اي ميكروبات زي الجرثومه المعده والحاجات اللي موجوده في المعده اللي هي بتادي او بتساعد في ارتجاع المريء. لو حضرتك بتاخد الادويه العاديه هتلاقي في مضادات كتيره جدا في السوق بتستخدم، الاسم الشائع بتاعها بتاع الحموضه، لكن هي بتستخدم في ارتجاع المريء. معظم الدكاتره بتوع الجراحه دلوقتي بيحقنوا الارتجاع كدوالي او الحاجات دي بحيث ان الارتجاع ما يتمش ويتاثر به المريض، لكن ارتجاع المريء الزنجبيل بيشتغل عليه كويس قوي. تاخد ازاي بقى؟ بيتشرب 3 مرات في اليوم. بعد الوجبات. الزنجبيل؟ يعني ممكن مع زيت الزيتون كمان. مهم بتعالج ارتجاع المريء. بتعالج ارتجاع المريء. طيب نرجع لموضوعنا تاني. احنا كنا بنتكلم عن تغذيه مريض الكبد. مريض السكر يمكن اشارت اليه السيده الفاضله في الاتصال التليفوني، هل برضو بيحتاج لنمط غذائي معين برضو؟ وحضرتك برضو توضح هذا الموضوع. اهم حاجه حضرتك، احنا خلصنا الكبد الاول دلوقتي ولا لسه في؟ لا لسه في كتير، لسه في كتير قوي يعني. طب نكمل في الكبد طالما احنا الكبد خلصنا. لا لسه في كتير. زي ما قلت لحضرتك مضادات الاكسده مهمه قوي، ان هي هتحافظ على الجسم في احسن حالاته، انتظام عدد الوقت وعدد الوجبات. مضادات الاكسده ازاي يحصل عليها ازاي؟ في حاجات كتير جدا يعني، الجزر مثلا فيه مضادات اكسده نسبه عاليه جدا يعني. الفيتامين سي اللي موجود في البرتقال والفواكه الصيفيه دي فيه برضو مضادات اكسده. انا برضو الحاجات دي الطبيعيه اللي هي المتاحه بالنسبه للناس باقل الاثار. في ادويه غاليه جدا واعشاب غاليه جدا بيطلع منها مضادات الاكسده بشكل كبير، ودي اللي كانوا برضو بيستخدموها بره وطالع منها منتجات كتيره جدا للكبد وللايدز والحاجات دي. في حياه الاوميجا 3 والحاجات والاوميجا 3 بالظبط كده. وكل يوم الابحاث بتبين لنا حاجات جديده يعني، مثلا مضادات الاكتئاب، وفي ناس كتيره جدا بياخدوا ادويه اكتئاب بقالهم فترات طويله قوي. ودايما مريض الاكتئاب او داخل في الدايلاما دي تلاقيه يقول لك انا باخد دواء بقالي 10 سنين و15 سنه وبتاع وما عادش فيه نتيجه بالشكل المريح يعني. لما بندي مع الاحيان المضادات الادويه دي بندي حاجه زي الاوميجا 3 بتدي نتائج افضل إزاي؟ بشكل كبير جدا زي الاوميجا 3 مثلا. معظم الاصناف. في بعض الاعشاب زي حشيشه الانفد وحشيشه الملاك وبذور الحرمل والكلام ده كله برضو بيؤدي الى علاج حالات الاكتئاب والحاجات. في بعض الناس بيجي لهم مشكله، دي مرض منتشر جدا في الاطفال دلوقتي قبل الكبار، اللي هي فقد الشهيه العصبي. الامهات معظمهم بيتصلوا بينا وبتاع، ابني ما بياكلش، بحط له كل حاجه، دايما بيخاف، بيقرا على الانترنت، بيحسب كل حاجه بالكيلو كالوري ومش عارف ايه، فبيحصل له الايه الانوركسيا نيرفوزا دي، وممكن احيانا تؤدي للموت في بعض الحالات يعني. تمام. الموضوع التغذيه موضوع بسيط وموضوع جميل، لكن المهم نهتم بيه بشكل علمي، وما يبقاش مثلا كل واحد بيقرا على النت يدخل يجيب كلمتين من اللي موجودين ويتبع هذا النظام الغذائي. لازم على ايد دايتيشن يعني راجل بيفهم في التغذيه عشان يقول الشكل المناسب لكل مرض. التغذيه العلاجيه معناها تغذيه خاصه، احنا كلنا بنعاني من كلاس حوالي 38 مرض اللي موجودين في الدنيا كلها، كل مرض من دول له طريقه تغذيه علاجيه محدده، لو اتبعناها الامور هتبقى. واحنا عندنا يعني في امراض شهيره جدا في مصر يعني، في اعتقد دي محتاجه شويه يعني القاء ضوء على هذه الامراض، خاصه في موضوع التغذيه العلاجيه، لان الغذاء يعني مكمل للدواء، غذاء ودواء يعني. المستشفيات الكبيره حضرتك بره قبل الدكتور ما يكتب الدواء او يشخص بالشكل الكلينيكال العادي جدا بيعرضوا على الاخصائي التغذيه، يقول الغذاء المناسب مثلا لطفل عنده اسهال مثلا. طب ممكن الاسهال ده يكون سببه دواء اخده، ممكن يكون طريقه دواء معين امه اخدته وهي بتعمل له فيدنج او رضاعه نقلت له الاسهال. في الحاله دي الدكتور التغذيه بيكتب الشكل المظبوط لعلاج هذا المرض زائد الدواء، لان انا برفع من كفاءه الدواء. احيانا الدواء في تداخلات بتتم بين الدواء والغذاء. انما لما ما اخد الشكل الصحي للدواء، الناس بتعتمد على حاجات بسيطه زي الشربات ومش عارف ايه وقت ما يجي الدور، انما لو انا حطيت الغذاء الصح مع الدواء الصح هيتم الشفاء باذن الله. تمام. نصيحه اخيره تحب نختم بها اللقاء يا دكتور فران؟ عيشوا حياتكم صح بتغذيه سليمه بمنتجات بعيده عن الهرمونات والكلام ده. نظم وجباتك، نام كويس، اشرب ميه من 6 ل 8 كوب في اليوم، مارس الرياضه، وقرب من ربنا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. في ختام فقرتنا الاولى مشاهدينا الكرام، نشكر ضيفنا دكتور فراج هارون استشاري الطب التكميلي والتغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. نشكركم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير، بعد الفاصل معنا فقط